لا انا مش خايف، انا كل حاجه بالنسبه لي، انا راجل دراستي كانت اقتصاد، فانا كل حاجه عندي تعريفات ورقه وقلم وارقام. المحافظين في مصر لا حول لهم ولا قوه على الاطلاق، الا بقى لو كان جسور حبتين فتوه شويتين وكلام من ده. القوانين اللي في مصر لا تكفل للمحافظ حق اتخاذ قرار بالكامل في حاله مركزيه جوه مجلس الوزراء، هرجع كل مره للمجلس وهرجع كل مره للوزير المعني، وبالتالي المحافظه بالنسبه لي ميزانيه بسيطه جدا، لا عارف اوفي بيها احتياجات المحافظه ولا عارف ادورها كموارد، فهبقى محافظ ليه؟ هو ده السؤال. لو الرئيس وثق فيا بقدر المعاوزني ابقى محافظ، وهو الراجل قال لي انا هدي لك صلاحيات و و فانا طلبت، قلت له يا فندم، كنا بنصلح الجلاء اتكلمنا اخر مره، قلت له يا فندم المطلوب هو تغيير القانون مش ليوسف، لكن لاجل سلطات ال 27 محافظ، عشان المحافظ يقدر ينمي موارد محافظته ويقدر يبقى في عنده ميزانيته اللي بيتحرك فيها بمزاجه، فيقدر يعالج الصرف الصحي من غير ما يرجع لوزاره الاسكان، ويعالج الكهرباء من غير ما يرجع لوزير الكهرباء، ويرجع مش عارف الطرق والكباري من غير ما يرجع لوزير النقل، وهكذا. قادر يشتغل على المحافظ من غير كده المحافظ مسكين يا جماعه، ده بجد مش هزار. لانه محافظ اسكندريه في اطار الصلاحيات اللي موجوده في ايده مش قايم بالدور كما يجب. يعني ابسطها انه شركات النظافه والتجميل تبعه هو، اما انها تبع المحافظه او انها تعاقدات بتعملها المحافظه مع شركات. في الحالين اسكندريه الجميله الرائعه اسكندريه مريه ترابها زعفران اصبحت مدينه شكلها قبيح بسبب القمح. فده ملف يتحط على عاتقه، يحلوا وبعدين يحلها حلال ان شاء الله. بس اتفق عليه شويه، لا والله انا مش سايبه، لان انا بس شايف ان في حاجات اهم من ادائه في محافظه اسكندريه بتتعلق بالحال العام للوطن يعني، لكن في النهايه لا طبعا مش سايبه يعني، انا بس مستنيه بس يجي يعني، عايزه هنا. انا قلت له كده انا عايزك جوه البرنامج، عشان الحديث التليفوني عمره ما هيوفي الموضوع حقه، ولا الحديث الفردي من جانبي نقدا ليه يوفي الموضوع حقه، وهو حق الراجل انه يجي لنا وينور. اهلا وسهلا. فوضى. عايز كلمة واحدة. لا أنا من أنصار إنه ولا أجمع ولا أغلب، أنا من أنصار التبعيد واجب. بعض الإعلاميين أو أغلبهم غير مهنيين. الإعلام المصري في شكله العام في حالة الفوضى إياها والعشوائية. القانون اللي طالع هيحد كتير من هذه الفوضى وهذه العشوائية، وده شيء مهم. بس نفسي طبعا ما كناش ولا زلنا بنتكلم في التليفون من وقت للتاني، نبعت لبعض رسائل، رسائل فيها عتاب وفيها نقد وفيها اختلاف جدا متبادل، يعني هو يختلف معايا وانا اختلف معاه، ينتقدني وانتقده، يعاتبني وعاتبه على راي الاغنيه، دي ما فيهاش اي مشكله. ما اشتركتش في الحفله اللي كانت ضده وبتقوم عليه لو لما كان في ام بي سي مصر؟ لا بالعكس، انا كلمته في التليفون لما كان في ام بي سي مصر ورحت له المكتب وقعدنا نتكلم كتير انا وهو، قعدنا لنا يجي ثلاث ساعات ولا حاجه، وفطرنا فول وطعميه وبرتقال تحديدا والله في المكتب بتاعه فوق في المسرح. وبعدين قعدنا نبعت لبعض كتير رسائل في وقت ما انا كنت قاعد، الحلقه بتبقى مسجله، ببقى قاعد عمال بتفرج فبقعد ابعت فبيرد وما الى ذلك. لا انا ما اشتركش في حمله ضد زميل مهما كان قدر الاختلاف او الخلاف.